ولكن الأفضل إنه يكون رئيس دولة فلسطين عن طريق انتخابات شرعية يشارك فيها جميع أبناء الشعب الفلسطيني. هذا هو الحدث المعتبر في جميع دول العالم. It's nothing but continuation of his status as a head of the PLO, but that does not negate the need for free democratic elections, because his legitimacy as president comes mainly from the voices of the people and the election of the people. And that's why we completely support the idea that there has to be elections, whether there is agreement between factions or there is no agreement between factions. احنا رئيس بس احنا بنقول لك لمصلحة الشعب الفلسطيني اي واحد احنا بنقولش مين مكان فتح حماس اي واحد مين ما يجي رئيس احنا لمصلحة الشعب الفلسطيني يكون يد واحدة الضفة وغزة يد واحدة ما يعملوش تفرقة ايش بين الضفة وغزة مش كانوا يقولوا الضفة وغزة عاصمة القدس لازم احنا نكون عاصمة القدس قرار سليم 100% لأنه شعبنا هنا مات من الجوع لا في كاز ولا في بنزين ولا في أي حاجة فيش مقومات للحياة هنا الشعب كله مات ضاع وإحنا بننتخب الرئيس محمود عباس وعليكم السلام